يا مساء الخير على كل اصدقاء جروب مرسولي، يا رب تكونوا بخير وفي صحه وسعاده. حبيت النهارده اعمل لكم فيديو سريع عن كويك تيب، عن اداه مهمه يعني ناس كتير بتستخدمها وبرضه ناس كتير سالت عليها، بيستخدموها في السكراب بوكينج او في التاجز عامه للتزيين، وبيتدي شكل لطيف. هي اداه اسمها الايلتس. الايلتس هو ده مبدئيا شكلها زي ما انتم شايفين كده، وهي بتبقى قطعة واحدة مش قطعتين، لانه اللي بتبقى قطعتين اسمها الجرامتس، انما دي الايلتس دي هي اللي بيستخدموها في السكرايب بوكينج وفي التاجز. عادة بتيجي بألوان كتيرة، بس أشهر الألوان الفضي الذهبي النحاسي، وممكن تيجي على شكل ألوان زي اللون ده اللي أنا جايباه. في الواقع ان انا يعني لما جيت بصيت على اللي انا كنت جايباه، انا ده كنت جايباه من هوبيز، البرطمان ده كان ب25، لقيت ان انا حسيت ان هو تقريبا متلون، يعني هو كان لونه غامق ومتلون، فانا قلت اجرب علشان انا كنت محتاجه يعني الوان كتير، بس قلت يعني مش هشتري كذا واحد. فاكتشفت ان احنا فعلا ممكن زي ما انتم شايفين كده، احنا ممكن نلون الايلتس عندنا، يعني يفضل ان احنا نجيبها اللون اللي هو الفضي ده واحنا نلونها بالالوان اللي احنا عايزينها. ده مثلا انا لونتها باللون التركواز ده، ولونتها باللون الاخضر. الالوان اللي انتم ممكن تستخدموها، ممكن تستخدموا الوان اكريليك، ممكن تستخدموا الوان جواش، ايفن حتى لو انتم عندكم باقي دهانات اللي هي البويا، بس نستخدم طبق صغير وفرشه رفيعه برضو هتمشي معانا. المهم ان انتم تقدروا تلونوها، لان انا لقيت بصراحه ان في ناس يعني بتبيع الايلتس الملونه دي بس بسعر غالي، فبالتالي احنا ممكن نعملها في البيت لو احنا جبنا لون واحد، وهيبقى عندنا كميه كبيره منها. متوسط السعر زي ما قلت لكم 25، انتوا ممكن تلاقوها في اي مكتبة كبيرة، وممكن حتى تلاقوها في درب البربرة او في العتبة، هتلاقوها برضو في نفس السعر، بس ممكن تكون الكمية اكبر من كده. بتيجي في مقاسين، يعني او دول المقاسين اللي انا لقيتهم اللي دايما متداولين، ربما انتوا تلاقوا مقاس اكبر من كده شوية، بس دول المقاسين اللي انا لقيتهم. زي ما قلت لكم هم بيستخدموا مثلا في حاجة زي كده للتزيين، زي القطعة دي ممكن تلاقوها معمولة كده، او انا استخدمت اللي هي الملونة اللي زي دي كده. الفكرة بقى واللي عملت عشان هالفيديو النهاردة، هي احنا ازاي بنركب الايلتس. في الواقع انا لما جيت يعني اشتريت الايلتس اول مرة، كان يعني انا شفت الاداة دي، انا كنت متخيلة ان هي دي الاداة بتاعتها لان هي شبيهة الى حد ما بيها، فجبتها. بعدين اكتشفت ان دي اللي هي البانشر، الوان هول بانشر، الخرامة، مش الاداة اللي بتركب الايلتس. يعني اتمنى انه محدش فيكم يتلخبط فيها، انا هحط لكم شكل صوره الاداه اللي بنركب بيها الايلتس في اول كومنت على الفيديو. هي بتختلف عندي، هي تقريبا نفس الايد بس الحجم بيبقى اكبر، وبتبقى الناحيتين تقريبا بنفس الراس دي عشان تضغط عليها. المهم ان انا ما جبتهاش، فطبعا الاول اتصدمت، طب يعني الحل ايه؟ يعني ما هو انا جبت الايلتس، طب هستخدمها ازاي ولا مش هستخدمها؟ فيعني ابتديت افكر، انا يعني اكيد لازم هيكون في حل، وقد كان، لانه يعني بما اننا بنشتغل في الكرافتس فاحنا يعني ايه لازم نتصرف، علشان مش هنجيب حاجه وهنركنها. فانا بالتالي لما لقيت بصيت عليها كده، انا لقيت ان هي فيها فتحات من ورا، مش عارفه الكاميرا مبينها لكم ولا لا، يعني اتمنى كده انه مش عارفه تقدروا تشوفوها ولا لا. يعني هي عامه للي عنده الايلتس هو عارف ان هي بيبقى فيها فتحات من ورا. فاكتشفت ان احنا بمنتهى البساطه علشان يعني نركب الايلت، لو احنا ما عندناش الاداه بتاعتها، هنقوم عاملين، خليني اعملها لكم في واحده من الفضي. عند الفتحات دي نستخدم مقص ناشف ويكون حاد، وهنيجي عند كل فتحه من الفتحات دي هنكبر الفتحه شويه وهنقصها كده، تقريبا هيبقى عندنا حوالي في حدود مثلا من تقريبا 6 فتحات او 7 فتحات كبيرة. وهنستخدم معانا حاجة تانية بسيطة موجودة في كل بيت، مفك، يعني مفك صغير، وهنجيب الحاجة اللي احنا عاوزين نركب فيها، فليكن مثلا الشكل ده،
هنحط فيها الايلت من هنا بالمنظر ده، احنا حطيناها في الخرم اللي احنا كنا مخرمينه. وبعدين هنيجي بالمفك وهنقوم ضاغطين كده اهو. ممكن على فكره حاجات تتكسر معانا، بس في الاغلب هي هتتني معانا. وبكده الايلت هتكون اتركبت معانا اهي، ما بقتش بتطلع، ده ادينا بنضغط عليها ما بقتش بتطلع واتركبت عادي. النقطة بس فيها انها من ورا بتبقى يعني حادة شوية مطرح التانيات اللي احنا بنعملها، فاحنا بمنتهى البساطة ممكن يعني علشان مثلا ما تعورناش او ما تضرش الورق اللي احنا بنستخدمه، ممكن نقوم جايين من ورا بمسدس شمع وحاطين يعني ماشيين عليه كده بالراحة، هيقوم هو عامل طبقة عليها وهيبقى يعني خلاص سيف خالص، مش لا هيدور الورقة ولا هيعورنا من ورا او هيخدش الورقة، وبالتالي هيبقى كويس ونقدر كده ان احنا نستخدم الايلت بكل سهولة لو احنا ما عندناش الاداة، ومش هن يعني مش هنوقف حالنا، يعني احنا هنتصرف وهنركبها وركبت عادي، هي ما فيش اي مشكلة، بمجرد بس مقص ومفك والموضوع كان سهل. طيب فلنفترض على سبيل المثال ان انا ما عنديش لا الايلت ولا عندي الاداه بتاعتها، وانا يعني حابه اعمل حاجه يعني بتديني نفس الشكل او الى حد ما شكل قريب منها. فاحنا هنا مثلا على سبيل المثال انا عامله مثلا الشكل ده واستخدمت ده لو انتوا فاكرين الفيديو اللي فات او اللي قبله، كنت انا وريت لكم حاجه اسمها الرينجز اللي هي الاخرام دي او الدوائر البلاستيك اللي بنجيبها من اي مكتبة، هنلاقيها في اي مكتبة. احنا هنا ممكن نستخدمها عادي باللونها الابيض لو احنا حابين، او لو احنا حابين احنا ممكن نلونها بحيث انها تدينا مثلا، يعني انا هنا متابع لون روز في الشكل اللي انا مختاراه ده، احنا ممكن هنا كمان نلونها باي لون. انا جربت، وبرضو علشان اكون صريحة، فانا جربت نوعين من الالوان، دي الالوان الفلوماستر العادية، ودي الوان اللي هي الكوبيك ماركرز او اللي هي الالكول ماركرز، دي بتبقى الوان كحولية يعني، ده طبعا ده شكل القلم الفلوماستر العادي. وبالنسبة للالوان الكوبيك مثلا هي هتبقى حاجة زي كده، انا جبت النوع اللي هو المريز ده، هتلاقوه برضه في اغلب المكتبات لو نزلتوا الفجاله ورحتوا سمير وعلي، في الاغلب هتلاقوه في سمير وعلي، ان سمير وعلي بتتعامل مع البراند بتاعت ماريز دي، او ممكن تروحوا تلاقوه مثلا انواع تانية مختلفه، بس هتلاقوا مكتوب عليها من تحت الكول بيست كويك دراينج انك. الميزه في الاقلام دي ان هي ما بتت يعني الالوان دي ما بتطلعش على عكس الالوان الفلوماستر، لو الميه جت عليها برضو اللون مش هيطلع على عكس اللون الفلوماستر، اللون بيبقى ثابت وبيبقى تقيل، ممكن ان احنا يعني نخففه او نتقله على حسب ما احنا بنمشي بيه على القلم ازاي. وبكده نبقى احنا قدرنا ان احنا نعمل رينج بسعر بسيط مش مكلف. الاقلام دي انا كنت جايبه المريز من الفجاله كان ب 15، والالوان النوع التاني ده انا كنت جايباه من مكتبه كاميرا 9 كان في حدود 12.5. فطبعا هو في منه الوان متعدده، ونخلي بالنا انه دايما بيبقى بالارقام من ورا، فاحنا يعني ممكن نلاقي 50 لون بينك، 50 لون اصفر ازرق، يعني واتفر عشان هما بيبقوا حاطين الدرجات بتاعتها، فاحنا ممكن نختار الالوان اللي احنا عايزينها، او بابسط حاجه ما فيش مشكله لو احنا مش هنتعامل، لو الورق بتاعنا مش يعني مش هيجي عليه ميه، او مش يعني مش هيتاثر، او مش هنحتك بيه كتير، يعني هنبقى في يعني الاداه اللي هنحط فيها الرينج ده في حته مش هتتمسك كتير، فاحنا ممكن نستخدم الالوان الفلوماستر عادي مفيش اي مشكله، وهتبقى برضو وهتديني نفس الشكل ده. كده بالنسبه للشكلين دول فكرت برضو ان انا يعني كده ان احنا نثينك اوت اوف ذا بوكس، ان احنا يعني نطلع بفكره تانية لو انا عايزه اعمل رينجز بطريقه مختلفه. فكرت في الترتر اللي هو الملاليم ده، اللي هو الترتر اللي بيبقى كبير ده، برضو بيتجاب من عند اي خردواتي تقريبا، يعني بيبقى يعني بالكيس بحسب الجرام او بالكيس اللي الراجل بيبقى وزنه، ممكن لو نزلنا ضرب البرابرة نلاقي فيه برضو الترتر ده. بمنتهى البساطة خرمته من النص، وعلى حسب مثلا انا عايزة الزقه فين، يعني كان في الشكل ده مثلا انا هنا خرمت ترترية من النص وحطيتها هنا، ممكن نفس القصة لو انا عايزة اخرم من فوق واحطه حوالين
الخرم مثلا كأنه ايلت، مفيش اي مشكلة برضو. ده حل وسهل وبسيط وسريع وبرضو غير مكلف. فانا يعني حاولت في الفيديو ده ان انا يعني اقول لكم على طرق مختلفة ان احنا مش مكلفة. يعني جبنا الاول الايلت والاسعار بتاعته، بعد كده شفنا الادوات البديلة اللي احنا ممكن نزين بيها بحيث ان احنا ما نقفش. لو احنا عايزين نفنن براحتنا من غير تكلفة وبأشكال يعني متوفرة وبأدوات متوفرة عندنا. يعني أتمنى إن فيديو النهاردة يكون مفيد وسريع ويعجبكم. لو حبيتوه يعني أتمنى إنكم تكتبوا لي. لو حد عنده طريقة تانية أو فكرة تانية أو اتعامل مع الايلت بطريقة تانية أو عنده طرق تانية وأفكار تانية، يا ريت تكتبوها لي في كومنتس على الفيديو. يا رب يومكم سعيد وكله بهجة، منتظركم إن شاء الله في الفيديو الجاي، ويومكم سعيد دايما يا رب.